جزاك الله خير. هل ورد حديث يا شيخ على فضل صيام الاثنين؟ نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وسئل عن صيام الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه.